اعرف على حضرتك. ام مصطفى. ابن حضرتك اسمه مصطفى احمد احمد الببدعي، معتقل في السجون السعوديه ما يقرب من عامين، وهو موجود في سجن مباحث ابها. سافر من سنتين علشان يشتغل هناك. مصطفى هو العائل بتاعي لان والده متوفي. انا كنت نازله اشتغل علشان اعوله هو واخوه، فمصطفى بما انه هو ابني الكبير فهو رفض، قال لي يا امي انت مكانك البيت وانا المتكفل بيكي وباخويا. سافر، بعد السفر باربع شهور انقطع الاتصال عني. عرفت بعد كده من احد اصحابه ان هو تم اعتقاله، قعد 6 شهور حبس انفرادي، تعذيب، اهانه نفسيه وتعذيب نفسي وتعذيب جسدي. جالي اول اتصال منه بعد 6 شهور. طبعا انا سالته انت عملت ايه يا ابني، اقسم لي بالله العلي العظيم ان هو ما يعرف، ما عملش حاجه. هو فعلا ده شاب رايح عنده 21 سنه، دلوقتي بقى عنده 23 سنه، عارف ان هو وراه مسؤوليه اخ اصغر منه بيعوله، مسؤوليه ام، عارف ان في بيت مفتوح، شاب بيكون مستقبله زيه زي اي شاب. الضرر اللي لاحق على حضرتك بسبب اعتقال ابن حضرتك؟ طبعا انا ما فيش حد بيعولني غير ابني، لان هو اللي كان بيصف عليا وهو اللي كان بيصف على اخوه. فطبعا انا متضرره نفسيا وماديا، بس نفسيا اكتر، لان ده مهما كان ده ابني، حته من قلبي. يعني انا مش عارفه هم واخدينه ليه، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ان كانوا عايزين يملوا سجونهم ياخدوني ويسيبوا ابني، يسيبوه لشبابه، يسيبوه يعيش حياته، لكن انا ما عدتش عايزه حاجه من الدنيا دي خلاص. فانا انا انا بقى انا بقى يعني بترجى المسؤولين، اتقوا الله، اتقوا الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اسمعوا صرخه ام، اسمعوا صرخه قلبي، قلبي شاف وقبل عينيا ما تشوف. حرام عليكم، انا ما عدتش مستحمله بعدوا عني. اتقوا الله وافرجوا عن ابني، ابني ما عملش اي حاجه، ابني بدون قضيه بدون تهمه ما يقرب من عامين في السجون السعوديه. بقالي 9 شهور باجي، انا مش من القاهره انا من المحله، بقالي 9 شهور باجي. اعتصمنا الشتاء اللي فات والشتاء نزل علينا، قدمنا طلبات للسفير هنا، السفير السعودي طبعا كذاب بيدينا وعود والوعود ما بتتحققش. قدمنا طلبات لرئاسة الوزراء، قدمنا للمجلس العسكري، الخارجية رحتها أكتر من مرة. إيه التطورات الأخيرة اللي حصلت مع حضرتك في الخارجية؟ التطورات الأخيرة اللي حصلت إن أنا طبعاً عرفت إن هم السلطات بتاعتنا كانت تواصلت معهم وقالت لهم إن أنتوا في لينا عندكم 34 معتقل. فالسلطات السعودية بعتت لهم وقالت لا ده أنتوا ليكوا 56. فأنا رحت أشوف ابني من ضمن ال 56 دول ولا إيه بالظبط؟ فانا فوجئت، قابلت طبعا المسؤول عن شؤون القنصليه في الخارجيه الاستاذ عبد القادر، فوجئت بيه بيقول لي ان الرد اللي جاي لنا ان لا يوجد اي بيانات عن ابنك، من لان لم يتم الابلاغ من قبل اهله للقنصليه المصريه انه مفقود، انه من الموقوفين لدى السلطات السعوديه. طب ازاي؟ امال الاحاديث اللي انا بعملها دي كلها ايه؟ امال الجري اللي انا بجريه بقالي 9 شهور ونومي على الارض وبهدلتي كل اسبوع باجي من المحله للقاهره ده ايه؟ امال الطلبات اللي انا قدمتها في الاول خالص اول ما بدات الثوره، انا قدمت طلب وقدمته للاستاذ احمد راغب ايام ما كان هو المسؤول اما كان وزير الخارجيه نبيل العربي، قدمت له الطلب بايدي وكتبت فيه اسم الكفيل بتاعه وبيشتغل فين وفي انهي بلد وبقاله قد ايه، ده كله راح فين؟ يبقى العجز منين؟ يبقى التقصير منين؟ التقصير من الخارجيه بقى مش مني، لان انا مش هسافر السعوديه عشان ابلغ القنصليه هناك ان ابني معتقل. حضرتك بتوجهي الخطاب. انا اتمنى انهم يحسوا بيا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حرام عليكم. انا سبت صحتي تعبانه، ما عنديش امكانيات لا صحيه ولا نفسيه ولا ماديه للبهدله اللي انا فيها كل اسبوع ومرتين في الاسبوع من المحله للقاهره. حرام عليكم، حطوا نفسكم مكاننا، انتوا ابهات ليكوا اولاد ما بتناموش الا لما بتطمنوا على اولادكم، فما بالكم ان انا عارفه ان ابني في ايد من الله يرحم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل بني
شكرا.